كابتن اشرف صبح اجي لك. يمكن دايما انت يعني مش مدرب عام بس، ده انت صديق للاعبين. لعبت مع مجموعه، يعني لعبت مع كابتن سيد ولعبت مع مجموعه كبيره من اللاعبين. يعني اللهم صل على النبي. يعني فتحت سيره. لا معلش برضو بقى، يعني اقول لك حاجه عايز اقول يا كابتن. كابتن اشرف لعب معايا. شفت يا ابني، انا عايز بس اطلع الاسرار والخبايا. بس انا ما طلعتش روحه زمان. شايف كابتن سيد بتعمل ايه يا كابتن سيد؟ لا والله بتعمل ايه يا كابتن؟ والله يعني يا كابتن بتعمل ايه بس في الهواء؟ حبيبي اساله. لازم ابلعه الزلط ده حبيبي. هو شغلك بس يا كابتن سيد. لا هو النقطه في كابتن صبحي وكابتن سيد ان هم جيل واحد. فالجيل الواحد انت عارف ما بيحبوش. فرق 10 سنين يا كنت. لا اللي عايز اقول لك انه بس مش كده كمان، يعني الروح دي حلوه. وانا اعرف ان انتوا على طول مع بعض وعلى طول يعني يعني روح كويسه جدا. بس اجي لك يا كابتن، يمكن السنه دي كان في صعاب، كان في يعني اكيد توفيق التمرين اللعيبه، مواعيد اللعيبه، ان انت برضو عايز كل لعيب يتمرن في ميعاد، في لعيبه جايه لك من السفر، في لعيبه موجوده، في يعني مش ما فيش انتظام لجرعات التدريب. الموضوع ده كان ماشي ازاي؟ والله كوتش انت بتتكلم يعني في حاجه بتبقى صعبه جدا، لان فعلا موضوع الاحتراف هو بيجي بتبقى غلسه شويه، بس هو مفيد لينا عشان برضو نبين الحته دي. اللي في لعيبه ما تلعبش ماتشات دولي كتير، فانا ببقى محتاج ان تلعب ماتشات احتكاك، فالاحتراف ده بيوفر علينا معسكرات بره. نعم. انا اطلع العب معسكرات بره، فبيوفر ده بيعد لعيبتك. الله ينور عليك. تمام. العائق بقى اللي هو كل واحد بيجي لي يلعب ماتشات فعايز يريح شويه، فلازم اظبط التمرين عليه وعلى اللي موجود هنا. وكمان عمر جالي قبل بطوله العالم، يعني هيمشي من هنا في الدور المجمعه لبطوله العالم. نعم. فدي كانت مشكله كبيره. نعم. لازم اجهزه للدوري ولبطوله العالم. نعم. والحمد لله ربنا كرمه وطلع الخامس على العالم، وهو طالع من هنا يعني ما عادش كتير. لولا انه قابل بطل العالم والله كان ممكن يعمل حاجه احسن. يعني قبله بدور الثمانيه كانت والله حصل حديث ما بينه وما بينه، قال لي اللي يشوف الماتش من بره يقول عليه صعب، بس انا كان متهيألي ان هو قريب من جوه. هو بيقول لي ان هو متهيأله ان هو قريب من جوه. قلت له ده حاجه كويسه تشجع لعيبه مصر ان انت بتقول كده، لان اول مره كان يقولها. كان تملي يقول لي العمليه صعبه. النهارده قال لك عمر مباراته مع بطل العالم، لا الدنيا قريبه تيجي. بس يعني محتاج تعديل في بعض التمرينات والوقت برضه تفرغ اكتر. يعني طب دي حاجه كويسه. ده انا فرحنا انا شخصيا والله بالكلام اللي هو قاله ده، لانه طمعنا ان احنا ممكن ناخد ميداليه في الاولمبياد. نعم. فهي دي كانت اصعب حاجه عندك تظبيط، لان كل واحد ليه كيس، كل لاعب ليه كيس معينه او حاله معينه. ده محترف وراجع بيجيلك، ده مش عارف ايه، ده ايه. كان الموضوع مش دايما ماشي زي الفرق كلها. اللعيبه بتتمرن في وقت واحد وبتنام في وقت واحد وبتصحى في وقت واحد. واحد عايز يلعب ماتش، واحد عايز يظبط حاجه، واحد عايز. طب اختيارات بقى الماتشات يا كابتن، يعني اختيارات ماتشات لما تحضر بتقعد مع كابتن اشرف تختاروا اللعيبه للمباراه. انتوا بتختاروا مش كل الفرقه بتلعب، بتختار ثلاثه بيلعبوا كل مباراه. الاختيارات دي كان داخل فيها كل العناصر اللي انت بتقولها دي، ولا كان في عناصر اخرى كانت ممكن تخش في اختيار اللعيبه؟ لا هو في عناصر كتير طبعا. الماتش ممكن يلعبوا اي حد من عندنا ما شاء الله. اللعيبه السبعه، انا بقول سبعه عشان عمر ما بيبقاش تملي معانا، بيبقى بره ما يجيش غير على الماتشات. فاللعيبه السبعه كلهم مستواهم ما شاء الله يعني جامد. اي منهم ثلاثه يلعبوا يقدروا يلعبوا اي ماتش في الدوري. اي ماتش. اي ثلاثه اختاروا من السبعه. الله اكبر. وده اللي بيخلي التمرين جامد. صحيح. يعني انا الحمد لله في بطوله الجمهوريه طلع من عندنا خمسه الاوائل، اول ثاني ثالث رابع خامس، والاثنين التانيين سيد عشان هو معتزل دولي ما بيلعبش في البطوله، ادي واحد. وشادي ما بيلعبش فردي. والتاني شادي كان جاي من السفر الفجر وراح لعب الصبح، فما حصلوش توفيق. يعني لو في العادي هناخد السبعه الاوائل. بفضل الله. يعني دي حاجه بفضل ربنا. يعني النادي صراحه يعني ربنا كرمنا بيهم ان هم بيساعدونا في الحته دي، فعشان كده الواحد لازم غصب عنه يعني يحافظ على النادي بالدول. واحنا بنشكرهم يعني على الحاجات اللي هم بيعملوها لنا لما بنحتاجها. الموسم اللي جاي يا كابتن، يعني شايف برضه هيقابلك صعاب زي النهارده السنه دي؟ لعيبه محترفه، يعني اللعيبه المحترفه ما زالوا محترفين وما زالت الدنيا زي ما هي، يعني برضه الصعاب دي هتقابلكم السنه الجايه اكيد. والحمد لله احنا بنعمل حساب. انا بمرن الفرقه بتاعتي، يعني حتى من قبل ما يجي عمر انا بمرن الفرقه بتاعتي انها تكسب المحترفين، وده بيبقى صعب. بس الماتشات اللي هم بيطلعوا فيها اللي محترفه بره بيحترفوا دي بتساعدني، ويلعبوا ماتشات بره. واخر بطوله العالم كان البيلي وشادي ويوسف عبد العزيز الفرقه الاساسيه بتاعت المنتخب من النادي. نعم. فبيبقى عائق عليا ان انا لازم اجهزهم للدوري والمحلي عشان يلعبوا بره في الدوري ويجيبوا نتيجه.